حزب الحرية يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات شتايماك ويطيح بحزب الشعب. استمرار مفاوضات تشكيل ائتلاف رغم نتائج انتخابات شتايماك. معهد الدراسات العليا يدعو لتقشف بقيمة مليارات اليوروهات لمواجهة العجز. غرفة الاقتصاد تدعو لتجميد ضرائب الطاقة لتخفيف الأعباء على الشركات. والدة الطفلة المقتولة تعترف بجريمتها بعد العثور على الجثة في الكمامة. وأخيرا خبراء يحذرون من تزايد محاولات الاحتيال خلال الجمعة السوداء. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على اللمسة ميديا ليوم الاثنين 25 من نوفمبر لعام 2024. أظهرت نتائج انتخابات شتايماك فوزا تاريخيا لحزب الحرية بحصوله على 34.8% من الأصوات، متصدرا لأول مرة ومتفوقا على حزب الشعب الذي تراجع إلى 26.8% مسجلا أسوأ نتائجه. وتراجع الحزب الاشتراكي إلى المركز الثالث ب 21.4%، وحصل حزب الحرية على 17 مقعدا برلمانيا، بينما نال حزب الشعب 13 مقعدا والاشتراكيون 11 مقعدا. أما الأحزاب الصغيرة مثل الخضر والنيوس فقد سجلت نتائج متواضعة، وبلغت نسبة المشاركة 70% مرتفعة عن انتخابات 2019. وقد يتولى حزب الحرية قيادة الولاية للمرة الأولى في تاريخها. استمرت مفاوضات تشكيل ائتلاف الحكومي في النمسا دون تأثير من خسائر حزبية الشعب والاشتراكية الديمقراطية في انتخابات ولاية شتايماك. وأكدت مصادر من حزب الشعب أن الاجتماعات بين الأحزاب الثلاثة المشاركة بما فيها نيوس مستمرة كما هو مخطط لها. وشدد كل من الأمين العام لحزب الشعب كريستين شتوكا والمدير العام لحزب الاشتراكي كلاوس زيلتنهايم وأمين عام حزب النيوس دوغلاس هويوس على أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على المفاوضات. وفي المقابل وصف زعيم حزب الحرية هيربرت كيكل النتائج بالرفض الواضح للتحالف. دعا رئيس معهد الدراسات العليا هولغا بونين إلى تنفيذ خطة تقشف شاملة بمليارات اليوروهات لمواجهة العجز الهيكلي في ميزانية النمسا وسط مفاوضات ائتلاف بين الشعب والاشتراكي والنيوس. وأكد بونين أن العجز الحالي يبلغ نحو 4%، مشيرا إلى ضرورة تقليصه إلى 3% عبر توفير 5 مليارات يورو سنويا لضمان مرونة الميزانية للاستثمار في التعليم والبنية التحتية. وشدد على أن الحل يتطلب إصلاحات متوازنة تشمل مراجعة المكافأة المناخية، دعم التنقل والضريبة العقارية، مع استثناء البحث العلمي وأهداف المناخ من التخفيضات. وأوضح أن تجاهل خفض الانبعاثات سيكلف الاقتصاد أضعاف التكاليف الحالية مستقبلاً. دعت غرفة الاقتصاد النمساوية إلى تجميد ضرائب الغاز والكهرباء لتخفيف الأعباء عن الشركات التي تواجه زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة من العام المقبل، مع ارتفاع تكاليف الشبكات وزيادة تسعير ثاني أكسيد الكربون وإعادة تمويل الطاقة المتجددة. وأشارت الغرفة إلى أن هذه التكاليف الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع يصل إلى 50%، واعتبرت أن النصيب الأكبر من الأعباء يعود إلى تكاليف الشبكات، فيما تشكل ضريبة الغاز الطبيعي العبء الأكبر على الصناعة. وطلبت الغرفة بتمديد خفض الضرائب إلى الحد الأدنى الأوروبي، مع تكثيف الجهود لتوسيع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. كشفت الشرطة في فيينا عن الجريمة المروعة التي أودت بحياة طفلة حديثة الولادة، حيث تواجه والدتها البالغة من العمر 30 عاما تهمة القتل. وقادت معلومات أدت بها الأم السلطات إلى العثور على جثة الطفلة داخل حاوية كمامة قرب مستشفى فافوريتن بعد اختفائها الخميس الماضي،
وأظهرت نتائج التشريح وفاة الطفلة نتيجة إصابات جسدية عنيفة. واعترفت الأم وهي من أصول تركية بجريمتها مبررة ذلك بمشاكل عائلية تتعلق بالشرف. وأودعت الحبس الاحتياطي تحت مراقبة خاصة في سجن يوسف شتات، فيما تجري السلطات تقييما نفسيا لها للتحقق من حالتها وقت الجريمة. حذر خبراء ومؤسسات استهلاكية في النمسا من تزايد محاولات الاحتيال والتضليل خلال أسبوع تسوق بلاك ويك الذي يصل إلى ذروته في يوم الجمعة السوداء. وأكدت جمعية حماية المستهلكين أن نحو ثلث المستهلكين تعرضوا لمحاولات خداع عبر أساليب مثل العد التنازلي وعبارات مثل تبقى 5 قطع فقط أو العرض ينتهي خلال 5 دقائق، مما يثير شعورا زائفا بالعجلة. كما حذرت من رفع التجار لأسعار المنتجات قبل فترة قصيرة من بلاك ويك لإظهار تخفيضات وهمية. ودعت الجمعية المستهلكين إلى مقارنة الأسعار والاستفادة من حق إعادة المنتجات عند الحاجة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.